أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي سأله بدر سعيد من الخبر، يقول: بعض الناس يظن بأنه لو قام من مجلسه وقال كفارة المجلس يغفر الله له ما كان في مجلسه ذلك من غيبة مقصودة، فما هو رأيكم في ذلك؟ الغيبة حق للمغتاب لا يسقط إلا بعفوه عنها وتسامحه عنها، وإنما كفارة المجلس تغفر الأشياء التي ليس فيها تعلق للمخلوقين، حقوق للمخلوقين. نعم.